بسم الله والابن والقدس الاله الواحد امين. اكلمكم في دقايق عن امتى المفروض نتكلم وامتى المفروض نسكت. يعني في وقت لازم الواحد يتكلم فيه وفي وقت احسن انه يسكت. افكركم بقصه معروفه لما اوصى الرب ادم قائلا، خلي بالكم من الالفاظ، من جميع شجر الجنه تاكل اكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها يوما تموت. يعني ربنا قال لآدم من كل الشجر تأكل ما عدا الشجرة دي، شجرة معرفة الخير والشر، يوم ما هتأكل منها يوم ما هتموت. يعني تحذير قوي جدا. وبعد شوية ربنا خلق له حواء تكون له عين نظيره. وبعد شوية ربنا قال أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا. بيكلم مين؟ بيكلم آدم. هو الأول كان بيقول إيه؟ أوصى الرب الإله آدم قائلا، يعني الوصية كانت لمين أصلا؟ وبعدين دلوقتي بعد شوية لهم هما الاثنين مع بعض، لهم أنتوا الاثنين ما تاكلوش، واخدين بالكم؟ يعني الأول قال له لوحده. هو المفترض أن آدم نادى حواء وقال لها على فكرة ربنا قال لنا ما ناكلش، مش المفروض ان يكون حصل كده؟ يكون ناداها وقال لها ربنا قال لي ما كلش من دي. لكن يعني ربنا افترض ان ادم يعني لا يكون قصر في انه ما تكلمش، فراح مناديهم تاني هما الاثنين وقال لهم انتوا الاثنين ما تاكلوش من دي. كلام واضح قوي. فجت الحية بعد كده للمرأة، فقالت الحية للمرأة لحواء لن تموت، بل الله عالم أن يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يعني جات الشيطان وكلم حواء. كلم حواء لوحدها ولا آدم كان معاها؟ طب وآدم كان فين ساعتها؟ كان بيعمل ايه في الجنة؟ في ايه يعني؟ سابها لوحدها ليه؟ سابها لوحدها وراح يعمل ايه؟ راح يتمشى مثلا؟ اهو سابها لوحدها. ودي برضو غلطة تانية، لما آدم يسيب حواء لوحدها وهي طبيعة عايزة تتكلم هيجي الشيطان يتكلم. فرصة من الأخطاء بتاعت آدم، وخطأ مشهور عند الرجال انه سايب المدام طول النهار وهو مشغول في أي حاجة، فهي لازم هتتكلم. فهنا جت الحية واتكلمت مع حواء وقالت لها كلام عكس اللي ربنا قاله. قالت لها ربنا عارف، بتشككهم في كلام ربنا، ان يوم لما تاكلوا من الشجره دي هتبقوا زيه. كان المفروض حواء ترد عليها تقول لها ايه؟ يعني اصدقك انت واكذب ربنا؟ انت بتتكلمي غلط طبعا. لكن حواء ما اتكلمتش، سكتت. واللي خلاها تسكت انها رأت الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون والشجره شهيره النظر، يعني شافت الشجره جذابه كده عايزه تدوقها. فاخذت من الثمر واكلت، واعطت رجلها ايضا معها فاكل. بكل بساطه يعني كان المفروض تقول له شفت، اولا كان المفروض هو لما يشوفها بتاكل يقول لها ايه ده؟ بتعملي ايه؟ مش دي اللي ربنا قال لي وقال لك انت كمان ما تاكليش منها؟ ويروح واخدها ورميها مثلا، لو كان راجل قوي يعني المفروض يعمل كده. لكن هي بكل بساطه كانت شافها بتاكل قالت له خد كل، قال لها هاتي يلا واللي يحصل يحصل. فكانت النتيجه ان كله دفع الثمن، كله اطرد. تعالوا نبص للموضوع تاني. اول سؤال، هل تفتكروا ان ربنا لما قال لادم، ادم قال الوصيه دي لحواء بدقه؟ يعني احنا عندنا في الاكليل بيجي الكاهن يلبس برنس كده ويبقى اسف العريس يلبس برنس ويبقى زي كاهن الاسره، يعني مسؤول روحيا عن الاسره. هل العريس اللي هو اب الاسره بيقول للاسره كل حاجه؟ بينقل الوصيه؟ بيقوم بالدور ده ولا بس بيتشيك ساعه الفرح انه يلبس البتاع ده ويتصور بيه؟ لكن ده ليه معنى، ان انت مفروض تقول لهم كل حاجه، دي صح ودي غلط، واحنا لازم نعمل ولازم نصلي ولازم نصوم، النهارده الاربعاء، النهارده الجمعه، ما ينفعش نبقى مش ملتزمين. ده شغلته. هل بيعمل كده؟ هل آدم بينقل الوصية؟
نادى حواء وقال لها على فكرة ربنا قال لي كذا. آدم ساب حواء وراح فين؟ زهق مثلا؟ ما هو ما فيش حاجة تانية، هيروح لمين؟ سابها وراح فين؟ عشان مش واقف جنبها فابتدى حد تاني يحكي معاها. ودي غلطة تانية، إن ساعات الرجالة ما بتعملش حوار مع حوار يعني حديث مع الناس اللي في البيت، ولا مع أولاده ولا مع مراته. يدخل من الشغل تعبان، ياكل وينام، يتفرج على التلفزيون، يشوف الإيميلات بتاعته ولا يشوف شغله، عيشته كده. فبتكون النتيجة إن الناس اللي في البيت بيدوروا على حد تاني يتكلموا معاه، متضايقين عايزين يفضفضوا. مراته وولاده، طب هيفضفضوا مع مين؟ تضمن إن اللي هيفضفضوا معاه ده يعني هيدي نصيحة صح؟ مش هيدي مشورة شيطانية، هتتكلم مع واحدة صاحبتها، مع أهلها، في أي ضمان إنه هتتكلم مع حد صح؟ طب ما أنا السبب، أنا اللي المفروض أجي واستوعب الحوار ده. إذا ما خدتش من أولادك الكلام هيتكلموا مع حد تاني. الكلام برضو للزوجة برضو، إذا هي ما استوعبتش أولادها وكانت مصاحباهم هيتكلموا مع حد تاني، الحد تاني ده مش مضمون. فإحنا هنا لازم نتكلم، لازم نتكلم في الأسرة، مش دلوقتي الأسرة كلها قاعدة، كل واحد قاعد ماسك التليفون بتاعه، الأولاد ماسكين الآيباد ومحدش بيكلم حد، كل واحد مدخول في الجهاز بتاعه. كان في يعني يقول لك لو حبيت تجمع الأسرة افصل الراوتر، فكلهم هيسيبوا الموبايلات ويطلعوا يقعدوا مع بعض، لأن هم محدش قاعد مع التاني، كل واحد قاعد مع الجهاز بتاعه عمال يلعب فيه. حتى تروحوا للأطفال تلاقيهم مش قاعدين معاكم، لازم احنا نتكلم معاهم، ما نسيبهمش حد تاني ياخدهم مننا يتكلم معاهم. طب لما آدم شاف حواء بتقول له بتاكل وبتقول له اتفضل كل، ما تكلمش ليه وقال لها ايه ده؟ ازاي كده؟ وبقى تصدقي الحواء حية ومش عايزة تصدقي ربنا؟ كان مفروض يتكلم، ما تكلمش. ربنا بقى نادى آدم وقال له آدم أين أنت؟ أين أنت مش يعني أنت فين يعني، وهي الجنة معروفة فيها إيه يعني، أين أنت معناها أنت كنت فين لما كل ده بيحصل؟ أنت كنت فين لما هي كانت والحواء اتكلمت معاها، حواء اتكلمت مع الحية وفي الآخر جابت لك، كنت فين؟ سايب الدنيا تخرب ليه؟ ليه الأب يجي للكنيسة ويقول ولادي ضاعت؟ طب وأنت كنت فين في المراحل اللي قبل كده كلها؟ استنيت ليه لغاية لما الضياع يكمل وجاي تقول انتوا اللي مسؤولين تعالوا شوفوا العيال، العيال ضاعت، انت اللي كنت فين؟ يقول له آدم أين أنت؟ كان المفروض ان ربنا آدم يتكلم يقول له أيوة أنا غلطان، لكن آدم رد تاني قال له المرأة اللي انت جبتها لي هي اللي عملت كده، يعني كمان انت غلطتك انت، مش يقول له ايوه انا غلطان، كمان بيتكلم غلط. متى يكون الصمت فضيله؟ كان المفروض ما يتكلمش امتى المفروض نسكت؟ اذا رحنا لقينا ناس بتتكلم نميمه وادانه على حد، مش المفروض نخش نرابع معاهم؟ ملناش دعوه، شفت بيحصل ايه، فلان عمل كذا، فلان عملت كذا، ابونا عمل كذا، كنيسه مش عارف فيها ايه، نقد 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 وإدانة، مش المفروض بقى ان انت تتكلم. واحد عمل حاجة وحشة وعمالين يفضحوا فيه، بص مش المفروض ان انت تتكلم، المفروض ان انت تستر. لو كان الكلام ملوش اي لازمة يقول لك لا تلقوا ضراركم قدام الخنازير، واحد بيستفزك في الكلام عشان تخش تتكلم، الكلام هنا ملوش لازمة، المفروض ما تتكلمش. لو انت بتمر بتجربه وضيقه وصامت احسن ما تتكلمش، انما اللي بيئن في التجربه واللي عمال يصرخ ده نوع من الضعف، القوه ان انت تحتمل التجربه. تاني، متى يكون الصمت فضيله؟ في النميمه والخطايا والستر، حين لا يكون الكلام لا لزوم له، في احتمال التجارب. مرة داود في لي ابن مات، قال صمت لأنك
صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. قال له أنا هسكت مش هقول، أنت عملت كده مفيش داعي للكلام، كويس إن أنت عملت كده. وفي تاني آية في سفر عاموس: يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رضيء. إذا كان الجو كله وحش أحسن حاجة تسكت، لأن كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. أما الضبط شفتيه فعاقل، أحيانا مفروض تسكت، لأن الكلام الكتير بيوقع الواحد في غلط كتير. وأحيانا وأنت بتحكي تنقل الأخبار عندهم قصد، وأصحاب الناس يزعلوا منك، وأنت أنت ليه تقول عن إحنا اتكلمنا معاك كده لكن ما كانش من حقك تنقل الكلام ده، ما نحبش حد يعرفه عننا، أنا كنت بتكلم معاك كده. عشان كده معلمنا يعقوب صح 3 يقول إيه: لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا، إن كان أحد لا يعصر في الكلام فهذا رجل جيد يقدر يلجم كل الجسد. بيشبه اللي بيعرف يظبط لسانه بواحد عامل لجام للحصان، عارفين اللجام للحصان؟ يعرف يفرمل لسانه. في ناس ما تعرفش تفرمل لسانها، علشان كده بنقول العذراء كانت عظيمة، مع انها من طبيعه النساء انها تتكلم كتير، ولكن ما كانتش بتتكلم كتير، ولما اتكلمت الكلام البسيط اللي قالته تسبيح وصلوات وكلام عميق قوي، ما قالتش كلام كتير. طيب امتى بقى مفروض لازم تتكلم؟ انا قلت شويه متى يجب ان نصمت، متى يجب وضروري ان نتكلم، امتى لازم الواحد يتكلم؟ زي الموقف بتاع ادم ده، حواء بتتكلم مع الحية والحية بتقول لها ايه: أحقا قال الله لا تأكل؟ ان هو ربنا صحيح قال كده؟ هو ربنا قال لآدم وقال لهم مع بعض، معقولة هو قال لكم كده؟ بتشكك في كلام المفروض ان هي عارفاه كويس، تقول لها ايوه طبعا قال كده، كان لازم تنتهرها بشد. انما هي ابتدت لاحت الشيطان لحقها بالجملة الثانية، هو تلاقيني حتى ان كان قال كده قال كده عشان انتوا انكلتوا هتبقوا زيه، راح تعمل لها كذبة تانية. ما لان انت ما فرملتش الشيطان من الاول فراح رامي الفكرة التانية، كان من الاول لازم تتكلم وتقول له اسكت، ايوه قال كده طبعا مفيش داعي بقية الكلام. الصمت عن الحق. ربنا وصى آدم وقال له من كل شجر جنة تاكل، لكن يوم ما تاكل دي هتموت. كان لازم ساعتها يتكلم آدم وحواء يقولوا أيوه، وقال يوم ما ناكل منها هنموت، ابعد بقى مالكش دعوة، يوم ما ناكل منها هنموت. فاكرين يوحنا المعمدان لما مسك هيرودس عشان يتجوز مرات أخوه فيلبس، اتجوز مراته اسمها هيروديا، قال له ما ينفعش تتجوز، ما ينفعش تتجوز، لا يحل لك. طب يوحنا يعني الموضوع ده هيعرضك لخطر، قال مش مهم، واتقطعت رقبته. ولما اتقطعت رقبته يحكي التقليد ان حتى رقبته من على الطبق اتكلمت وقالت له لا يحق لك، كانه بيقول له حتى ان موتني برضه بقول لك هتكلم واقول لك ما ينفعش، ما ينفعش تتجوز. بس في ناس طبعا كتير بتعمل دوشه وتقول انا بتكلم عن الحق وفاكره انها نفسها حق، حتى الإرهابيين فاكرين نفسهم بيتكلموا عن حق وعاملين دوشة وبيتكلم ويقول لك ما ينفعش نسكت. لا طبعا ده ما ده لخبطة. الحق ما هو مطابق لتعليم المسيح، لتعليم الكنيسة. الصمت عن الحوار غلط، لازم نعمل حوار في الأسرة في الكنيسة. الشخصية الانعزالية هتغلط، هتتشرف في اكتئاب وفردية، وهيدخل أطراف أخرى في الموضوع مش مطلوب إنهم يدخلوا. يجب أن تتكلم حينما يجب أن تصدي، يعني تقول نصيحة لواحد، ما تبقاش قدامك تقول نصيحة لواحد وعارف إن ده صح وتقول ماليش دعوة، لا لازم أقول له. واحد بيتنادى في الخطأ لازم أقول له الصح كذا كذا، وإحنا كخدام دورنا منذرين، يعني نقول للناس
كده غلط، انتوا ماشيين في سكة غلط. ودورنا نقول لأولادنا ده الصح وده الغلط. لازم نقول نصيحة، يسمعوا ما يسمعوش ده موضوع تاني، لكن احنا لازم نقول الصح. مثلا هديكم نماذج لصمت غلط من صمت الرجالة. أبونا إبراهيم سارة قالت له إيه؟ تجوز، تروح تجوز وخلف، إحنا ربنا بتاعك ده اتأخر علينا قوي. في واحدة اسمها هاجر اتجوزها وخلف منها. ما قالهاش لأ نصبر شوية، كان المفروض هنا يتكلم. ما تكلمش، الراجل سمع الكلام. وراح متجوز هاجر، وهاجر جابت إسماعيل وبقيت القصة. كان المفروض يحصل كده، كان المفروض يتكلم ويقول لها ما هو وعدنا، لازمته ايه الاستعجال؟ كان دوره يعمل كده، ما عملش كده، ما قامش بدور. بعد شويه قالت له ظلمي عليك، يعني انت ظلمتني، انت ليه انت مش هي اللي زنت؟ وفي الاخر سمع كلامها بعد كده بتزعق له. بيحصل كده ساعات، الستات تقعد تزن على حاجه وبعد ما تحصل تزعق ان انت سمعت الكلام. انت ظلمتني، تسمع كلامي ليه وتتجوز هاجر؟ اطردها. مفروض يقول لها لا بقى حرام عليك، ما نبهدلهاش اكتر من كده. عارف رد قال لها ايه؟ قال لها عندك اعملي فيها اللي انت عايزاه. يعني حتى لما غلط ما رضيش يتحمل مسؤوليه الغلطه، قال لها عندك، عايزه تطرديها روحي اطرديها. كان المفروض يتكلم يقول لها لا كفايه كده، هي ما لهاش ذنب. علي الكاهن، فاكرين علي الكاهن؟ كان عنده اثنين ولاده اسمهم حفني وفنحاس. حفني وفنحاس دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا حرامية، كانوا جايبين شوكة بثلاثة، المفروض الكاهن يجيبوا له كده قدر كبير فيه اللحمة، والكاهن ياخد نصيبه انهم يحطوا شوكة باثنين. فهم عملوا شوكة بثلاث سنين عشان لما تتحط تطلع بالذبيحة كلها. بيسرقوا في اللحمة يعني. وكانوا بيزنوا قدام الناس كلهم على الملأ في مكان خيمة الاجتماع. يعني صورة معاصرة جدا. طب وعلي الكاهن اتكلم قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعة ما يصحش كده، ده كل اللي عمله. كان مفروض يكون حازم جدا، ومفروض كمان كان يوقفهم عن الكهنوت او يكون صرف معهم. ايه اللي بتعملوه ده؟ مش يقول لهم لا لا ما يصحش كده، لا ما يصحش كده، دي مش كفاية. كان مفروض تتكلم. ليه ابنك بيبعد؟ عشان انت ما ربيتوش. كان في وقت من الاوقات كان لازم تكون شديد. داود برضو على قد ما كان قوي في مواقف، على قد ما كان المفروض يتكلم في مواقف كتير ما تكلمش. داود النبي مرة ابنه أمنون يعني اعتدى على أخته سمار، مرضيش يزعله، مرضيش يقول له إيه اللي أنت عملته ده ولا يكلمه. كان المفروض يمسكه يبهدله ولا اتكلم، يقول لك عشان ما زعلوش خلاص اللي حصل حصل. لا مش اللي حصل حصل. راح ابنه التاني ابشالوم اتغاظ، اتغاظ من سكوت ابوه انه كان المفروض يبهدل، راح هو عمل كده خطه وقتل امنون. المفروض بقى شاف ولاده بياكلوا في بعض، كان المفروض داود يمسك ابشالوم يبهدله. سكت برضه، قال ما فيش داعي. راح ابشالوم بعد شويه عمل ايه؟ ابتدى يقف قدام القصر ويقول لهم لو كنت انا الملك كنت صلحت الاحوال، الدنيا بايظه. يعني ابتدى يشوف ان هو بيمهد لثوره، ما رضيش يتكلم برضه. فكانت النتيجه ان ابشالوم عمل ثوره. كل ده كان صمت غلط. لو من الاول الراجل داوود كان بيقوم بدوره ما كانتش الدنيا تفاقمت. عشان كده مش في كل وقت لازم تسكت، اما يكون المفروض تتكلم وتزعق تتكلم وتزعق. مش مفروض ان انت تسيب الدنيا لغاية لما الدنيا تخرب وبعدين تبتدي تحصد الثمر. طب ليه الواحد بيسكت بطريقة تأذي؟ يا اما شخصيته ضعيفة منقاد، في ناس شخصيتها كده ما يحبش يواجه حد بغلطه، يقول لك خليه يسمعها من حد تاني اصلا انا بلاش. يا اما كده هو سلبي سطحي، او مش حاسس بالمسؤولية، أو له مصلحة، أو مشغول مش دريان بعيشته، متهول في شغله، متهول في حاجة تانية. فالعيال عمالين يبعدوا ويتخانقوا وياكلوا في بعض وهو في وادي تاني.
عشان كده نلاقي ربنا مرة يقول لبولس برؤية الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت. روح اتكلم، ده مش مجال ان انت تسكت فيه، اتكلم. في سفر الجامعة يقول لك للتمزيق وقت وللتخيط وقت، في وقت تقطع فيه وفي وقت تاني تخيط فيه، وللسقوط وقت وللتكلم وقت، في وقت تتكلم وفي وقت لازم تسكت. مثلا المزمور يقول لك ايه؟ اجعل يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. يعني ما تخليش بقى ده يطلع اي كلام، اعمل له باب يبقى الواحد ما يتكلمش. طب ما في ايه تانية بتقول تكلم ولا تسكت؟ الايتين عكس بعض؟ لا، دي ليها وقت ودي ليها وقت. مهم انت تختار امتى تمشي تبع الايه دي وامتى تمشي تبع الايه دي. انت تقول له يا رب حط باب على فمي عشان ما يطلعش كلام ملوش لازمه، وفي وقت تاني تقول له لا يا رب افتح بقي واتكلم عشان لازم اتكلم. يقول له يا ابن ادم قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل فاسمع الكلمه من فمي وانذرهم من قبلي. لو قلت للشرير موتا تموت وما انذرته ولا تكلمت انذارا للشرير فهذا الشرير يموت باسمه، انما دمه هطلبه منك. وان انذرت انت الشرير ولم يرجع عن شر ولا عن طريق الرديئه فانه يموت باسمه، اما انت فقد نجيت نفسك. بيقول له ايه؟ لو لقيت واحد، بيقول الخادم، لو لقيت واحد شرير قل له كده غلط، لو ما سمعش كلامك ومات انت نجيت نفسك، لكن لو سمع كلامك يبقى نجيته ونجيت نفسك. المهم انت تعمل اللي عليك، لكن لو انت ما قلتلوش اصلا وكان المفروض تنذره انا هحاسبك انت بقى. فاهمين؟ الاب اللي ما بينذرش ولاده وكان المفروض يتكلم وساب الولاد لغايه لما ضاعت، مش بس ربنا هيحاسب ولاده على ضياعه، هو هيحاسب الاب انه ما اتكلمش وقت ما كان المفروض يتكلم. ولذلك خلاصه الكلام كله، يجب ان يكون عندنا التمييز متى نصمت ومتى نتكلم. احنا مثلا قاعدين في الكنيسه، هل مجال كلام؟ ساعات من اخطاء الشائعه في شعبنا القبطي البسيط يجي ساعه التناول وكان الكنيسه طلعت، وتبتدي الناس تسلم على بعض وانت فين والاحضان، وكان القصه خلصت، مع ان احنا بنحرص تماما ان ساعه التناول المسيح لسه موجود، وطول ما التناول موجود ده مش وقت كلام. خصوصا الكنائس المدشنه، يعني كلمه صوره مدشنه يعني صاحب الايقونه بقى فيها، يعني مثلا دي صوره العذراء بعد ما دشنت ما بقتش صوره العذراء، بقت العذراء، ده المسيح بقى المسيح، ده مريمين بقى مريمين، فالمفروض نشعر بهيبه الحضور في محضرهم. يعني احنا حاضرين والناس دول كلهم موجودين واحنا كمان هنقعد نتكلم؟ ده الواحد لما يكون في شخصيه كبيره موجوده بيبقى ملتزم جدا، فالمفروض ان احنا نعرف ان وقت الكنيسه ما فيش فيه كلام. من الاوقات اللي لازم نتكلم فيها حينما تكون مسؤول وترى خطا، انما حينما لا تكون مسؤول مش هتمشي تتكلم. يعني ما تحشرش نفسك في حاجة وتروح تسدي نصيحة فتعمل مشكلة، هنا بقى لازم تميز ان دي مش تبعك. ربنا يدينا ان موضوع الكلام والصمت يحتاج الى حكمة وافراز. ولكن الخص الكلام كله تاني، كان ادم ينبغي ان يتكلم في مواقف، كان المفروض يقول لحواء ايوه ربنا قال كده، ما تشكيش، شافها بتاكل يمسك الثمرة ويرميها ويقول لها لا كده غلط، لكن هو فضل ساكت ساكت لغاية لما دفعوا الثمن. وهكذا احنا بنصمت في اوقات زي كده كتير مفروض اننا نتكلم فيها. نصمت عن النصيحة وهذا خطأ. عالي الكاهن كان غلطان لما سكت وساب ولاده، وداود كان غلطان لما سكت وساب ولاده، وابونا ابراهيم كان غلطان لما ساب سارة تتصرف. كل ده كان المفروض ناس قدامك بتتكلم غلط كان لازم تصلح لها. شايف ناس قدامك بتهاجم الكنيسة ولا بتهاجم أبونا، ده مش مجال ان انت تسكت فيه، لازم تقول يا حبيبي انت بتتكلم غلط اسكت. لكن الصمت والسلبية هنا ربما يدي مجال للبلبلة، طب ما هو محدش رد عليه،
عشان ما حدش رد عليه باين ان ما حدش عارف الحقيقه فين. كان لازم واحد يقول له اسكت ما تكلمش كلام فاضي. صح كذا. ده مش مجال صمت. مجال دفاع عن الحق. لله كل مجد وكرامه الامين. اكتفي بكده.